شكرا. يوم ما حطينا الفلوس دي وديعة كنت فاكرة انها امان، ان عمرنا ما هنيجي جنبها غير في اسوأ الظروف. عمري ما تخيلت ان احنا هنستخدم الفلوس دي في علاج عمر. اوقات كتير وانا لوحدي بقعد اسأل نفسي، هو ليه حصل كل ده؟ ليه بيحصل في الوقت اللي انا وانت فيه مش كويسين مع بعض؟ اكيد ربنا ليه حاجة، أكيد عايز يقولي إن الدنيا مش كل قراراتها بإيدينا وعلى مزاجنا. ساعات لما بشوف عمر تعبان قوي بيتألم ببقى نفسي أجري عليك وترمي في حضنك وأقولك على كل حاجة أنا حاسة بيها. بيبقى نفسي تسمعني، نفسي تحس بيا زي زمان. أنا ما اتغيرتش عن زمان يا ليلى، مش انت اللي شايفاني غلط؟ لا انت اتغيرت يا مروان، بعد الجواز شغلك وكاريرك خدوك مني، ما بقتش مروان اللي حبني وحبيته. أنا ما كانش فيه شغل ولا كارير، ما كناش نلاقي ناكل. بس انت عندك حق، أنا انشغلت عنك انت وعمر جامد، بس ده مش معناه خالص ان انا مش مقدر كل اللي انت عملتيه عشان ده. صدقيني اكيد كان من غير قصد. ولا ما فهمت غلط كلامي انا وبس؟ ده كان ايه يا مروان؟ لا هو كان غلط، مش فهمت غلط برضو. انت ما اديتنيش فرصه ادافع عن نفسي، ما فيش حاجه بيني وبين بس. اه يمكن انا غلطت ان انا ما قلتلكش ان هو بيكلمني، بس اقولك ازاي وانا حاسه ان انت بعيد؟ ده مش مبرر، كونك مخبيه ده معناه ان انت عامله حاجه غلط. ليه يا مروان؟ هو انت مش ممكن تقابل حد كان في حياتك ترجعوا تتكلموا؟ ممكن، بس كنت هقولك ما كنتش اخبي عليكي. انا خبيت عليك عشان خفت تفهمني غلط، وده اللي خلاني اخبي عليك تاني لما هو كلمني من كام يوم عشان يطمن على عمر. ارد عليك اقولك ايه؟ ما تقولش حاجه، صدقني هو مفيش حاجه اصلا. مساء الخير. ازيك يا فريده؟ ازيك يا مروان؟ انت ليلى مش كده؟ مهندسة فريدة، ليلى مراتي. اهلا وسهلا. معلش انا اسفة قوي ان انا طبيت عليكوا فجأة كده، بس بكلم مروان بقالي شوية مش بيرد. خير في ايه؟ كنت عايزاك تبص على التعديلات اللي انا والشباب عملناها على الديزاين. طب يا مروان انا هسيبكوا تخلصوا اللي وراكوا. فرصة سعيدة يا فريدة. انا اسعد. طب استني هاجي معاكي المستشفى. لا تمام، خليك انت خلص شغلك. الف سلامه على عمر، انا بجد كنت عايزه اجي ازوره، بس يعني مش عارفه امتى الوقت المناسب. تشرفي في اي وقت، عن اذنكم. شغل ايه؟ قهوه. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.